موجز أخبار السياحة من جريدة وقناة طحوى سبرانس، أهلا بكم. بداية، وقعت وزارة الشؤون الدينية مع وزارة الحج والعمرة السعودية على اتفاقية خاصة بترتيبات شؤون الحج لموسم 1444 هجري المصادف ل 2023 ميلادية. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في فعاليات معرض خدمات الحج والعمرة 1444 عقول المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 9 إلى 12 جانفي 2023، والذي شارك فيه وزير الشؤون الدينية رفقة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. هذا وكشف وزير الحج والعمرة توفيق ربيعة على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج أن السعودية لن تفرض قيودا على أعمار الحجيج هذا العام، خاصة بعد عودة أعدادهم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون شروط عمرية. وأعلن الوزير عن بدء العمل في تجهيز أكثر من 20 معرضا وأكثر من 100 موقع تاريخي لتوثيق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى عدة تسهيلات قدمت للمعتمرين، سيما وأنه أصبح بإمكان حاملي تأشيرات العمرة التجول في كافة أنحاء المملكة على أن يسمح لحاملي كافة التأشيرات الأخرى بتأدية والعمرة. من جهة أخرى، أعلن توفيق ربيعة عن إطلاق منصة نسك وإتاحة إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إلكترونياً. وإلى خبر آخر، أين عقد اجتماع يخص مشروع ترامواي مستغانم لضبط المواعيد النهائية لدخوله حيز الخدمة فعليا ونقل المواطنين. حضره كل من المدير العام لشركة مترو الجزائر وشركة سيتال وكذا مدير وحدة شركة سيترام لتسيير خطوط ترامواي. ووضعت الترتيبات الأخيرة لدخول قطار مدينة مستغانم حيز الخدمة فعليا ونقل المواطنين قبل حلول شهر رمضان، حيث اكتملت الأشغال نهائيا من طرف شركة كوسيدير شهر جويلية الماضية. وحسب بيان ولاية تقول مستغانم، فقد تم توظيف لغاية اليوم 120 عامل من طرف شركة التسيير وهم في مرحلة التكوين في مختلف التخصصات. وفي أحوال الطقس، حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي بداية من 6 صباحا إلى غاية فجر الأربعاء. وحسب ذات التنبيه، فإن السواحل المعنية هي كل من بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أسفون، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، طارف، والقلاء. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام موجز الأخبار في أمان الله.